عم كريم عم كريم عم كريم في ايه؟ كريم المستند عايزين. اهلا 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 استاذ، فرح ولا طور ولا عيد ميلاد؟ تحت امري انا عم كبار ابو الواد كريم صاحب الفرش ده. خلاص يا ابو خلاص خلاص. ايه انا لما تشوف الهوانم عايزين ايه اجري هاتهم حاجه ساعه. اهلا وسهلا. مالك مستمر كده ليه؟ معلش الواد ده طول عمره رخمه كده بيغرق في شبر ميه. خلصنا بقى يا عم بركه، عشان كده الفلوس ما فرشناش. حاضر حاضر. شايف يا ابن الكلب جبت لنا الكلام؟ معلش استنى، هو الواد ده لخبط طول عمره كده. انا هجيب الحاجه الساعه، رحب بيهم وهات كراسي. يلا اتحرك يلا. خلاص شو نادرة. كنت هقول لك على ليش عم بتكذب علي؟ شو كان رح يفرق لو كنت محارب؟ أنا ما كان بدي حدا غني، أنا بدي حدا ما بيكذب علي. بس خلاص اللي بدي أعرفه عرفته. سلام يا اسطى. الحاجة الساعة. الله، ما راحوا فين؟ ليه انا عملت لهم ايه؟ راحوا فين؟ يا ارحمني بقى، كفايه اللي طينت فوق دماغي، ارحمني بقى. استنى انا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ لا تعال. راح فين؟ رايح في 60 داهيه. يا كريم مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ ما تقول لي. يابا هي دي البت اللبنانيه اللي كلمتك عنها. اللبنانيه؟ ايوه. طب مش تلاقيني هلا؟ سايبني على غمايه كده. معلش معلش، ما حصلش حاجه. اجري وراها الحق. اجري وراها ايه؟ ما خلاص باظت زي ما كل حاجه باظت فوق دماغي. ولا يعني انا اللي عكيتها؟ عن شو عم تبكي هلا؟ عم بكذب عليك. شو كان رح يفرق الله يغني ولا فقير؟ عن جد هيدا حيوان. احسن انك عرفتيها حقيقته. الله، في ايه؟ هي ما بتردش ليه؟ خلاص يا راجل، اديني جيت اهو. احسن ايه اللي اخرك وهوشين عليكي؟ اعمل ايه في الواد جمال؟ موقفني في اخر الدنيا، خايف لابوي يشوف هو بياخد مني الفلوس. وخلاص اديتي له اخر 20,000 ومضيتيه على الوصل؟ طبعا. امال ايه؟ بكره ان شاء الله ناخد العقد والوصل ونركب البيت من بابه. ها؟ طب بقول لك ايه يا فتحي، ما تستنى شويه يا اخوي، مش بسرعه كده. استنى ايه؟ لحد ما يصرف الفلوس؟ الله، واحنا مالنا ومال الفلوس؟ ما خلاص دفعناه، وبعدين جمال باع، هو صغير ولا صغير يعني؟ لا بقول لك ايه؟ الواد ده بيضرب بودره. صلي على النبي يا فتحي، بودرة ايه ده؟ تلاقيه بس بيضرب حشيش ولا بانجو زي ابوه. وحياتك بيضرب بودرة وكل الناس عارفين. يا لهوي، بودرة يا فتحي؟ مالك يا لهوي، خايف عليك ده ليه؟ ما يكون في 60 داهية، انت نسيت اللي عمله ابوه فينا. اخص عليك يا فتحي، ده برضه ابن اخويا، وانا يعني هفرح لما يجرى له حاجة؟ ما حنية قلبك دي اللي مودانا في داهية. طب اسكت بقى يا فتحي، انت وجعت قلبي على الواد جمال. اتاريه مش واقف على بعض وانا بكلمه. طب وبعدين؟ ولا قبلين. وانت يعني كنت فاكره الفلوس دي بياخدها عشان هيبني بيها جامع؟ لا، بس قلت عايز يتجوز بيها، عايز يتنيل، يشتري عربيه، يعمل مشروع. اصل ابويا فتحي كان منشفها عليه قوي وهو صغير. اتاريني بديله فلوس عشان يروح يتنيل يشم يقطعني. يما يما. ايه ده؟ مين؟ مفيش. يما انا عبد الله. ايه ايه يا واد، خضتني، جاتك نصيبه. سلامتك من خد يما. ايه ده؟ تعالي. ايه يا واد؟ حد يصحي حد نايم كده؟ بقول لك ايه، انا غيرت لك الفلوس. جابوا كام؟ 1500 جنيه. اتفضلي. نصيبي كده. هو الحج بيتكلف كام يا واد؟ مش كله ياما، بس مش اقل من 30,000 جنيه. يا يعني حتى دول ما يودونيش عمره. عمره ياما؟ ده ما طلعكوش المحور. يا سم تتريق وانت حاسس بحاجه؟ والله ياما حاسس، بس هعمل ايه يعني؟ خد خد يا حبيبي، خليهم معاك يمكن ينفعوك انت في حاجه. انا خلاص مش عايزاهم، هعمل بيهم ايه؟ والله يا عم لو ليك نصيب في الحج هتحج ان شاء الله غصب عن اي حد في الدنيا. لو ليك نصيب، الكلمه اللي بيصبروا بيها الغلابه اللي زيي. يا واد انا جات لي فكره. يجاتك نصيبه.
ديك النهار انا قاعده قدام التلفزيون وشفت لك ايه برنامج مع الاستاذ تمام. قال ايه هيطلعوا خمسه الحج بس عاملين اسئله اللي يجاوب عليها هيطلع. والنبي روح قول له خالتك نفيسه بتقول لك جاوب لها انت على الاسئله يمكن ربنا يكون رايد واطلع. ما اسئله ايه ويحل ايه يما؟ انت عايز الراجل يزور ولا ايه؟ يزور ايه بس؟ انت مالكش دعوه. روح انت بس قول له امك الله يرحمها كانت صاحبه امي. يمكن انا حاسه كده ان هو هيرضى. هو يعني غرمان حاجه من جيبه؟ ابدا. وانا قلبي حاسس ان هو هيرضى. والنبي حبيبي بص لو رضي مرضيش يبقى راجل خسيس. على الله بقى ما يرضاش. يا عبد الله تدخل كده من غير ما تخبط؟ لقيت الباب مفتوح سمعت صوتك كنت بتعاطي خفت عليك. لا ما تخافش انا كنت بجهز شويه غيارات لامي بس. طب بتعاطي يا صباح؟ اقعد يا صباح اقعدي وما تعيطيش امك ان شاء الله هتخف والله هتخف. امي تعبانه قوي يا عبد الله تعبانة وأنا مش عارفة أعمل لها إيه وشها بقى عامل زي الليمونة. طب أنتوا ما لقيتوش أوضة عشان العملية؟ أوضة؟ طب قول سرير. ماشي يا أبدا. حاجة معاكي. أنت عارف سكت المستشفى لو حبيت تزورها هتلاقيها راقدة هي وخالتي سعدية في أوضة واحدة. هزورها النهاردة ما تزعليش مني. مش سهلة أنا يا عبد الله ولو عايز تزورها خليها بكرة أصلها النهاردة هتغسل. النبي تدعي لها يا عبد الله. صباح مش وقته يا عبد الله زرحها المستشفى. استر يا رب. ألو أيوة مين؟ عادل افتكرت انك ليك اهل تسال عليهم. احنا تمام يا ابني. امك تعبانه قوي يا عادل دعي لها يا ابني انها تقوم بالسلام. عندنا حاجات كتير ده احنا حتى مش عارفين نغير لها الكلمه. بقول لك تعبانه انت ما بتحسش. يا ريت الحاجة يا عادل نفسها تشوفك قبل ما يحصل لها حاجة يا ابني. حاضر مش هقول لها. يلا مفاجأة. بس يا ريت تصدق المرة دي. ها مع السلامة يا دمي. مع السلامة. يا ريت تيجي يا حبيبي. أنا كمان نفسي أشوفك قوي. سعيدة يا نادي. ازيك يا صبحي رحت لأمي؟ أيوه. وقالوا لي إنك كنت هناك ومشيت. جيت أسلق لها فرخة. أمي تعبانة قوي يا صبحي. ربنا معاها يا نادي. ادعي لها يا صبحي. أنا ظلمتها كتير. نفسي تسامحني. مش انت بس اللي ظلمتها يا صبحي بس انا عارفه ان امي قلبها مبيض وهتسامحني. انت ما تزعليش مني يا نادي قله الفلوس كانت مبوظه اعصابي. انا طول عمري لوحدي عمري ما حد خدني في حضنه ولا طبطب عليا
أمك اللي كانت دايما بتدوس لي على الوجع، مع إن كان عندها حق في كل اللي بتقول. كانت خايفة عليك يا صبحي، بس أنت اللي ما كنتش فاهمها. يا رب اشفيها يا رب، يا رب اشفيها يا رب، يا رب. أهلا وسهلا. أهلا يا حضرة الشيخ. اسمك إيه الأول؟ أنا ندى. أهلا يا أختي ندى، يا مرحب. أنا بس عاوزة أستفسر، هل النت حلال ولا حرام؟ وشكرا. العفو يا أختي ندى، حاضر نجاوبك. السؤال النت حلال ولا حرام؟ الإجابة الحلال بين والحرام بين. يعني النت ده ممكن ندخل مواقع نستفيد منها، ناخد منها معلومات دينية أو ثقافية أو أدبية، يبقى إيه الحرام في كده؟ ممكن مثلا ندخل نبحث في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، أو في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق، أو إلى آخره. ممكن نستفيد جدا من النت. المهم إن تكون نيتنا خير، ونبقى داخلين نستفيد فعلا، ولا دخلنا نبحث والعياذ بالله عن فلانة بالبكيني، أو علانة في البسين، أو ترتانة قبل التجميل وبعد التجميل، والحاجات اللي بالكم فيها دي. استغفر الله العظيم، وحيد الله، قولوا لا إله إلا الله يا سيادة. وده اللي بيحصل. أه طبعا ده يبقى عيب وحرام وما يصحش. احنا لازم نوجه وشهدنا. قاعد زي دي كده من كام يوم، والله فاكرها زي النهارده. قاعد يقول لك النت حرام وإنه الشيطان بعينه، أو غير كلامه يا راجل. بعد صدقت ازاي بقى؟ امسك يا عم انت. والله ما هسمع. اسمع مني انا، البلبل الجارية دي سبوبه يا عم الحاج، ومحدش فاهم حاجه. بقول لكم يا اخوانا لموا الدور لحسن يقولوا علينا شرور عيين. عيين؟ انت فاكر يعني حكايه الدروس دي فكاكه؟ طب ايه رايك بقى؟ ان انا ممكن دلوقتي اقول لك كلام اثبت لك فيه ان عادتنا دي كلها حرام وحرام. والله. وممكن بقى اقول لك كلام غيره اثبت لك برضو ان عادتنا دي كلها حلال في حلال. مش فكاكه يعني. هي بس ديتها ايه؟ تلقط لك كتابين تقراهم هتعدي. الحمد لله انا لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب. وتلاقيك ولا بتسمع كمان. امال يا ابني ايه يا جامد انت في كراسه الحساب والمشاريب، عارف كل واحد عليه ايه؟ ده انت بتعد التفل في البراد. لا يا حبيبي، ده اكل عيش عليا النعمه لو بليوناني حافظ. بص ما انت عايز. هو ده يا عم. والله العظيم ببيعه بنفس الثمن. يا سيدنا احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عقل عشان نميز بيه بين الصح والغلط، بين العيب واللي مش عيب، بين الحلال والحرام. بس احنا للأسف ساعات كتير قوي نكذب على نفسنا ونضحك على نفسنا وبنصدق كذبنا. في النهاية عايز اقول لكم حاجة، اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله من قلوبكم يا سيادي، والحلال بين والحرام ايه؟ بين. ربنا يكفينا شر الحرام ويجعلنا على طول في طريق الحلال بإذن الله. معانا اتصال تاني. احنا مش هنمشي بقى ولا ايه يا ليلى؟ دي القهوة فضيت علينا. مش عايزة اروح، بقيت اتعب لما اقعد لوحدي. كل ده عشان مي، ما تنسيها بقى وشيليها من دماغك. البنت عايشة مع ناس كويسة وانت قلت بنفسك كده. وحشاني يا طارق، فيها ايه يعني لما اشوفها؟ هو انا هاكلها؟ وعاوز يمحي من دماغ مي كل الماضي، ومتهيألي ده من حقه، ده في منزلة والدها. بقول لك وحشاني يا طارق، معقولة انت كمان مش حاسسني؟ انا يا ليلى، انا مش حاسك؟ ده انا الوحيد اللي طول عمري حاسك، انت اللي مش حاسة اي حد، حتى انا. كان المفروض دلوقتي بقينا متجوزين ومعانا مي ونربيها. طارق، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، فرق السن اللي بيننا مش مريحنا. لكن مريحنا انا، وبعدين فرق السن 5 سنين خليتون فرق سن. لا شاطر، عرفت تخرجني من الموضوع. لا يا ستي، نرجع تاني لموضوع مي. عاوزه تشوفي مي ازاي؟ انا عايزه ارفع قضيه على الراجل ده. قضيه ايه؟ مي دي بنتي، العرف والدين والقانون بيقولوا كده. لا انت ضربتي، انت مالكيش صار تاني بعد النهارده، اتفضلي قدامي عشان اوصلك. انا هرفع قضيه يا طارق، هتقف جنبي اقف، مش هتقف هروح لمحامي يرفعها لي. حاضر يا ستي، هرفع لك قضيه. وانا اقدر ارفض لك طلب يا جميل؟
بقول لك ايه، انا مش ناقصاك. يا رب يغفر فيك. يلا بينا. ايوه يا منى انت فين؟ انا هنا يا صفاء اهو. انا قاعده بقالي ربع ساعه مستنياك. انا هنا اهو رافعه ايدي لابسه شار بحر. شفتك شفتك. تعالي. ده انت زي القمر. ايه بيقولي لاخوكي؟ طب اقعدي تشربي ايه؟ بقول لك ايه، انا اللي عزماكي وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحسن مش شاربه حاجه. ماشي يا ستي انا معزوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانت ما صدقتي ولا ايه؟ انت بخيله زي صلاح. قوليلي قوليلي احسن، انا حاسه اول مره اكتشف صلاح. لا هو ان جيتي للحق يعني هو حنين واللي في جيبه مش ليه. طب احكي لي انت تعرفوا بعض ازاي؟ يعني انت زميلتنا في الجامعه؟ لا انا مش مكمله تعليم. غريبه. اصل اكيد صلاح بيحبك قوي. ليه؟ ما تزعليش مني، اصل صلاح طول عمره كان نفسه يتجوز واحده جامعيه. هو ما لمحليكيش بحاجه كده ولا كده يعني؟ لا خالص. هو انا وصلاح اخوات بس زي ما تقولي كده بينا وبين بعض حواجز. يعني هو بيخاف عليا قوي وما بيحبش، او بمعنى اصح بيتكسف يتكلم معايا في موضوع المشاعر. مقفل. ما انا عارفه صلاح، انت هتحكي لي عنه. الا مقفل ده رفض زميلي في الجامعه لما جه يتقدم لي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بره. وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتم وهزق وطرد. بصراحة بقى مش عارفين نعمل ايه. ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي هسلك لك امورك. يا ريت يا منى يسمع من بقك ربنا، احسن احنا بصراحة واقعين في مشكلة جامدة. مشكلة ايه يا اختي بعد الشر؟ احكي لي. لا هو انت يعني عايزة على طول كده تعرفي كل حاجة؟ ما انت هتحكي لي هتحكي لي النهارده بكره هبقى مرات اخوكي. وانا يا ستي حماتك. قولي لي بقى صلاح تقدم لك ازاي؟ مش فاهمه يعني الشكل الارتباط كان عامل ازاي؟ جيل مامتك جيل باباكي؟ عادي يعني اتقدم لي قرينا الفاتحه ولبسنا دبه. غريبه قوي. امال ليه يعني ما جابلناش سيره؟ ما هو مستني ينجح ويعلق الدبور. ادخل. هو حضرتك مش نازل؟ لحد امتى يا بابا هتفضل كده؟ هو حضرتك حاسس بالذنب؟ خايف اكون ظلمتها؟ ما تسامحها يا بابا. اسامحها؟ اسامح واحده خانتني مع راجل تاني؟ بص يا بابا انتوا جيل واحنا جيل. يعني جيلكم بيوافق على الخيانه؟ خلاص يا سيد انا موافق. قولوا لي تعملوا ايه؟ رسيني انا دقه قديمه مستعد اعمل زيكم. هعمل ايه؟ يا بابا كل حاله وليها ظروفها والظروف بتختلف. هتقول لي اتجوزت واحده اصغر منك ليه؟ يمكن بسبب فشل جوازاتها الاولانيه واحساسها انها بدات تكبر. وانا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه في ظروفها؟ يا بابا احنا لما بدانا نتكلم في الموضوع ده انت كنت متعاطف معاها، ولما اتكلمنا شويه بقيت مختلف ومتحامل عليها. واللي بطلب تحليل هتاكد ده. انا بصراحه ما بقتش فاهم حضرتك. انا شخصيا يا ابني ما بقتش فاهم نفسي. يا بابا انت الراجل اللي جواك مجروح عشان عرفت واحد تاني، وهو ده اللي مخليك مش عايز تسامحها. انا كبرت انت كبرت يا ابني وبقيت حل من اللي جوا ابوك. قول لي انت بعمل ايه؟ سيدي متضايق عايز اشرب شويه هوا. انت متاكده ان اخوكي في البيت؟ ادام مش في الورشه يبقى اكيد في البيت. انا من رايي ان احنا ناخد محامي معانا احسن، انت عارفه اخوكي مجنون. جرى ايه يا فتحي؟ انت هتخاف ولا ايه؟ لا يا اخويا ده حقنا. اخوك وانت ادرى بيه، مش هسيب البيت بالساهل. والله بقى ده بيع وشراء، لو مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. ربنا يستر. بقول لك ايه يا فتحي؟ ما تجيش والنبي يا اخويا ساعة الجد وتناخ. انا قتلت البيت ده. وانا قبل منك.
السلام عليكم يا سعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلوا. ازيك يا أبو جمال؟ الحمد لله يا عم فتحي. أمال الواد جمال فين؟ مش باين يعني. راح مشوار كده. إيه مشوار؟ أمال بيقولوا يا أخويا ده غطسان بقاله أسبوع. هم بيقولوا كتير يا سناء. ما تخش في الموضوع دغري يا سناء. موضوع إيه؟ خير؟ سمعت كده يا أخويا والله أعلم إن أنت كتبت الورشة والبيت باسم الواد جمال. حصل. ولا أنت عندك مانع يا سناء؟ أبداً يا أخويا. ربنا ما يجيب أي موانع. أدام قانوني ما أقدرش أتكلم. بس كمان قانوني يا سعيد يا أخويا. الورشة والبيت بقوا ملكي. ايه ملكك ايه؟ ما تجيبي من الاخر يا سناء. في ايه؟ اقول لك ايه يعني يا ابو النسب، الواد جمال ابنك باع الورشه والبيت لاختك سناء. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فتحي؟ اهو ده اللي حصل يا اخويا، والعقود اهي وعلى يد محامي وشهود كمان، والواد جمال قبض 50,000 باكو ينطح باكو. غريبه، ده انا كنت فاكراها قالك. أمال الواد ودى الفلوس فين؟ إمتى حصل الكلام ده؟ من 10 أيام بس. ابن الكلب. ابن الكلب يا جمال. يا ابن الكلب. رميت أبوك في الشارع يا جمال. خلاص يا سناء. خدت بتاعك. ضحكت على الواد وخدت منه البيت والورشة. لا 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 يا سعيد، خلي بالك من كلامك يا أخويا. أنا ما ضربتش حد على إيده. وبعدين أنت مش كنت ناوي تبيعهم لحد غريب؟ خلاص أنا أولى من الغريب. طب كنت تقولي لي يا سناء، ما احنا برضو إخوان. ضحكتني يا سعيد. من إمتى يا أخويا كنا إخوان؟ ده أنت عمرك ما حنيت عليا ولا على عيالي. جاي دلوقتي تقول لي إخوات؟ ماشي يا سناء. ماشي. بردت قلبك يا سناء، ولعت النار في قلبك. ماشي يا اختي. تحب الم شنطه هدومي واطلع بره بيت ابويا، ولا تحب فتحي يطردني ويرميني بره في الشارع؟ امور يا سناء، امور يا اختي، امور. وانا تحت امرك. بقول لك ايه يا سناء، يلا بينا دلوقتي علشان النفوس شايله، نبقى نجيله لما يهدى كده. يلا بينا. يا سناء، اخوك ياخد منك البيت تعيطي، تاخدي منه البيت تعيطي، في ايه؟ أول مرة أشوفه مكسور كده، ده برضه أخويا. نسيت اللي عمله فيكي؟ ما نسيتش يا أخويا، بس كان نفسي كل واحد فينا ياخد حقه من الأول ونعيش في سلام. أهو على الأقل كنت خدت بالي من ابنه اللي باظ. هو اللي بوظه، قعد يدلع فيه وهو صغير لحد ما راح منه معرفش يربيه. هو بقى يا فتحي ربنا يهديهوله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم حاجه. والنبي يا فتحي تسيبني في حالي دلوقتي، بكره نبقى نروح له. خلاص انا رايح اقعد على القهوه. بقول ايه؟ ما تيلا بينا بقى. يلا بينا فين؟ هو احنا لسه لحقنا قعدنا مع بعض؟ انت خدتيني على مشم كده وقلت لي انك هتوصليني، وفجاه جبتيني هنا وانا يعني ماليش في العادات دي خالص. والله ما انت ماشي لما تتعشى معايا. اتعشى معاكي؟ لا لا لا، ما ينفعش. انا متعود اتعشى في البيت مع الولاد. وانا متعوده اتعشى لوحدي. تعالى بقى مره نكسر الروتين انا وانت ونتعشى مع بعض. والنبي يعني لازم تحلفي؟ خلاص ما دام حلفتي خلاص.
بس انا اللي هدفع الحساب والا مش هاكل. اه خلاص يا حبيبي زي ما تحب. انت فكرت في مقدمه الحلقه بتاعت بكره لسه؟ نفسي تريح نفسك شويه من الشغل بقى. معقول يعني قاعد في مكان حلو زي ده وبتسمع المزيكا الهاديه دي وبرضه بتفكر في الشغل؟ هو المزيكا هاديه فعلا. مكان حلو وكويس. لا مكان حلو. انت تعرف اكتر حاجه عجباني فيك ايه؟ انك خجول. اه يعني شويه. شويه ده ايه؟ ده احنا من ساعه ما اتقابلنا في المحطه ما حاولتش تبص في عينيا ولو مره واحده. طبعا فعلا. وده بقى بيزيدني دايما ليك احترام وبيحسسني معاك بالامان. الله يخليك يا امت. مساء الخير يا فندم. مبروك حضرتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حابب حضرتك تاخدي اللي بتحبيه كل مره ولا هتحبي اغير حاجه تانية؟ لا لا هو زي كل مره بس المره دي الفردين. اوكي ذاتس اورايت. ايه ده؟ ده انا اللي ندهت له ما عبرنيش خالص. ده انا ما طلبتش. انا طلبت لك يا حبيبي بس على الله ذوقي يعجبك. اه طبعا هيعجبني طبعا. ده انا مش عارف انا ليه كده قلقان وقاعد مكسوف يعني. مش اصل لو حد شافنا قاعدين مع بعض هيقول ايه؟ بس احنا قاعدين في اعداد حلقه بكره. ثم احنا ما بنعملش حاجه غلط. امال انا ليه حاسس اني بعمل حاجه غلط؟ انا زي ما اكون بسرق او باخد حاجه مش من حقي. والله اختار يبص ليه بس. مفيش حاجه يا تمام. وبعدين انا بقى عكسك خالص. انا مبسوطه جدا ان انا قاعده معاك بصراحه كده. حاسه ان انا قاعده مع حد محتويني. اب اخ صديق. ده مش حرام عليك بقى تحرمني من كل دول؟ لا 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 اقعدي معاهم براحتك خالص يعني. ويا ريت تطولي مع الصديق شوية. أنت شايف كده يعني؟ بهزر يعني. أنا ماليش نفسي أهزر. أنت تعرف إن أنت قبل ما تيجي البرنامج بصراحة كده كان دمه تقيل قوي على قلبي. يا ساتر يا رب. ليه؟ لأنك غيرت كتير قوي في شكل البرنامج. الحمد لله. ده كله من فضل الله. طيب اشرب. معقول؟ في كده يا أستاذ تمام؟ فظيع وأنت مكسوف بتبقى زي الطفل الصغير بالظبط. الله يخليك. شكرا شكرا. تحية والصلوات والطيبات. السلام عليكم. زينب. ورحمة الله وبركاته. زينب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. ورسول الله. لا إله إلا الله. أما صلى الله عليه. شوف هي فيه أنا كنت فيه. استغفر الله العظيم. في العالم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا زينب. منا ومنك يا أخويا. حضر لك لقمة تاكلها؟ لا لا لا. اقعدي اقعدي. أنا مش عاوز آكل. أنا عاوز أتكلم معاك شوية. خير يا أخويا، اتفضل. خير إن شاء الله. زينب أنا طول عمري محافظ عليك وطول عمري بعاملك بما يرضي الله ورسوله، مش كده برضو؟ عليه الصلاة والسلام. أيوة يا أخوي عمرك ما غلطت فيا. صح يعني كنت بتتعصب عليا شوية بس بعدها كنت بتفوق كده وبتروق وبتكلمني تاني. هو حصل حاجة؟ آه حصل. حصل إيه يا أخوي؟ أنا مش عايز أغلط يا زينب. مش عايز اغلط. مش عايز ازعلك ولا اظلمك. مش عايز تغلط ولا تزعلني ولا تظلمني. الله. طالما انت ماشي على كتاب الله وسنه الرسول هتغلط ليه يا اخويا؟ بغشتني. ما هو انا عشان ماشي على الكتاب والسنه زي ما انت بتقولي لازم اطلب منك الطلب اللي هقوله دلوقتي وواثق انك ان شاء الله مش هترفضي. أرفض إيه؟
واقول ايه؟ هو في ايه؟ انا هتجوز يا زينب.